الناس ملي كيكون توقف الحكم انه كيكون الابعاد ديالو ما كنناقشوش هذاك حتى كيتلاقاو ملي كيكونوا كلهم توقفوا في ذاك السنه كندوزوا لديك الساعه العطاء ديال العدد ديال المقابلات. لو انه بالنسبه لي رغم انا بالبرقيه توقف من ذاك بعد ذاك المقابله وما رجعش تقريبا بعد 4 ديال الدورات ومع ذلك العطاء ديالو والاعتماد عليه كان بشكل كلي انه وصل 34 مقابله معنا. وحتى النوعيه ديال المقابلات كانت مقابلات ديالنا كنت هنايا انه ما كانتش عنده مساعده من المساعدين ديالو بالخصوص في تنفيذ ركله البدايه اللي كانت شويه مثيره للجدل طرحت اكثر من علامه استفهام خلات الحكم ما يكونش مركز وبالتالي انه خلات حتى انه ولاو كينكتوا بها الناس المسؤولين داخل المديريه ديال التحكيم وكذلك اللجنه المركزيه ديال التحكيم. ولكن بالنسبه ليا ملي كنهضروا على الاحقيه كنهضروا على ياسين بوسليم انا بالنسبه ليا هذا غير مبرر ان باش نقولوا ما جوج حكام ما يدوزوش من عصبه واحده. انا بالنسبه لي يجب ان نشجع العصب المجتهده ويجب ان لا نجازي العصب الكسوله في هذا الاتجاه. اكيد فكنتمناو ان هذه الامور هذه تؤخذ من طرف المسؤولين الجدد على التحكيم في المغرب تؤخذ بعين الاعتبار لان الارقام راه تعتبر هي العامل الاول لتاهيل ولا لاحقيه الحكام. هذا بالاضافه الى يعني المساله الاخرى اللي تاهيل دابا ولا حتى الجمهور يطالب باعاده دفع طلب الاردوان جيد ربما يكون شي تعديل تكون شي حركه تكون من طرف المسؤولين باش يتم تاهيل عاوتاني اردوان جيد حيت ما يمكنش. شوف خالد انا بالنسبه ليا ولو يكون هذا المطلب واخا يكون هذا بالنسبه ليا ما كتبقاش عنده ذاك الحلاوه ديالو ما كتبقاش عنده تقدير لذاك الشخص لان بالنسبه لي رضوان جيد دوز مسار جيد جدا بالنسبه للتحكيم المغربي وما كانش يتوج بهذه الطريقه لان بالخصوص من المسؤولين ديال الكاف او لا كانوا مسؤولين اخرين اللي خارج الكاف وتدخلوا في هذه المساله سمعهم الله الا كانت ايادي خفيه اللي دخلت في هذه المساله سمعها الله لانه العطاء ديالو كيحتم باش يكون متواجد في النهائيات ديال كاس افريقيا وبالتالي كان ممكن انه يمشي بعيد في هذه المساله. بالنسبه لي الطلب والقى يكون طلب ما كتبقاش القيمه ديال الحاجه في هذا الاتجاه. كما قلتي بالنسبه للمسؤولين نتمنى انه ان شاء الله بحول الاسبوع القادم سنناقش الخرجه الاعلاميه ديال رئيس اللجنه المركزيه للتحكيم وكيفاش كانت هذه الخرجه الاعلاميه وشنو هي النقط اللي ركز عليها رئيس اللجنه المركزيه للتعليم للتحكيم اللي داز مجموعه ديال المنابر خالد. من المسائل اللي فاجاتني انا بالنسبه لي داز في 23 داز معكم في شوف تي في السي عبد الرحيم المتمني ورجعت لواحد المداخله ديالو في 2012 عندما داز مع واحد المحطه التلفازيه نفس الخطاب نفس اللغه نفس الكلام كان السي عبد الرحيم المتمني لم يتغير كناطق رسمي باسم المديريه ديال التحكيم اللي كان كيراسها انذاك السي محمد كزاز وكان رئيس اللجنه المركزيه السي حمد غيبي وبين اللجنه المركزيه التي اصبح بعدما كان ناطقا رسميا لها اصبح رئيسا لها.